أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تغطية خاصة بمناسبة احتفال مصر بالذكرى 71 لثورة 23 من يوليو المجيدة. كل عام وأنتم بخير. فمصر تحتفل كل عام بذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة، وهي تحمل لجيشها كل الحب والعرفان وتواصل مسيرتها التنموية من أجل رفعة الوطن. ثورة مر عليها 71 عاما تستحضر الذاكرة الوطنية تاريخا ممتدا من الكرامة والزود عن سيادة البلاد. يوم قررت مجموعة من خيرة رجال مصر وقواتها المسلحة ومن خلفهم الشعب المصري التحرر من استعباد الطغاة والمستعمرين. قبل الحديث بشكل مفصل حول هذه التغطية مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في دقائق معدودة نتابع هذا التقرير. منذ أن أشرقت شمس التاريخ على المعمورة وهناك أحداث وأناس غيروا وجه التاريخ وأعادوا كتابة سطوره بواقع جديد. 23 من يوليو عام 1952 تاريخ ثورة مصرية أعادت الأرض إلى أهلها والحق إلى أصحابه وامتلاك الإرادة وعودة السيادة لشعب أبى يوما أن يكون إلا سيدا، حتى وإن جار عليه التاريخ حين من الدهر إلا ويظهر من بينه رجال كسهام قاتلة على كل معتد أثيم، ضباط أحرر النفس والكرامة والإرادة أبوا أن يحكم وطنهم وأهلهم بيد محتل أو غريب أو فاسد. أذاقوا البلاد مرارة الطبقية وما يصحبها من فقر واستعباد. ضباط تحرقت صدورهم بنيران هزيمة 48 واحتلال الغالية فلسطين قلب الشام العريق. فهبوا ومن خلفهم شعب وبالله قبلا استعانوا وتوكلوا وبشجاعتهم تسلحوا وضعنا الروح على كف الأيادي، فعاد الحق وانتصر وحكم الشعب نفسه ورحل الملك ومن بعد البريطانيين. ويمر عامان لم يرضى المستعمرون الطامعون مرارة الطرد وكسر كبرياء الطغاة، فعادوا ثلاثة بريطانيا وفرنسا والمحتل إسرائيل، وكان العدوان الثلاثي الذي انكسر على صخرة وحدة وصلابة شعب وجيش آمنوا بالله وبأنفسهم ورفضوا حياة بلا حرية أو كرامة وما اعتادوا من بداية التاريخ من سيادة. فعاد الباغي يجر أزيال الهزيمة وانصرف الجيش والشعب إلى البناء، فأصبح الفلاح صاحب أرض بعد أن كان أجيرا إن أخذ حقه، وبنيت المصانع وصار التعليم للفقير قبل الغني، وتغنى المصري وتباهى بكونه مصريا. وما أشبه اليوم بأمسه والليلة بالبارحة. زاد تملك مصر لسيادتها ووحدة شعبها لتولي شأنها من أحب الوطن وترابه وفضلوه على النفس ومتاع الدنيا. إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. فجاءت سنين عشر أخيرة، بني وشيد وحدث وعمر ما لم يكن في 60 قبلها أو قبل 60 بتاريخ، لتقف مصر التاريخ، لتعطي التاريخ وأهله أعظم درس عملي، أن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القلب. واليوم وفي كلمته بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 من يوليو، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الثورة المجيدة أسست للجمهورية الجديدة منذ أكثر من 70 عاما لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم. شعب مصر الكريم، أسست ثورة يوليو الجمهورية الأولى منذ 70 عاما، ومضت في طريقها تبني مصر جديدة في زمنها ويعلو شأنها شرقا وغربا لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم، كما قطعت شوطا مهما
لتمكين قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال، وأعطائهم مكانا يليق بهم طال انتظارهم واشتياقهم له. حققت الثورة إنجازات عظيمة في كثير من الأحيان، وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أنه بعد 70 عاما على قيام الثورة ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته، علاوة على الأحداث التاريخية الكبرى التي اجتازها الوطن، كان لزاما على مصر أن تفكر بجدية في مستقبل الجمهورية الجديدة حتى تستعيد مصر مكانتها المستحقة بين الأمم. وبعد 70 عاما على تأسيس الجمهورية ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر، كان لزاما أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم. وأكد الرئيس السيسي أن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها ولا تهدمها، مشددا على أن الأولوية للحفاظ على الوطن وحمايته في ظل اضطراب دولي وإقليمي غير مسبوق. شعب مصر الأبي، إن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها ولا تهدمها، تضيف إليها ولا تنتقص منها، تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته وسط واقع دولي وإقليمي يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق، ووحدة الجبهة الداخلية بالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات التي أصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حصراً. وللمزيد من المتابعة والتحليل وقراءة أكثر في كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة هذه الذكرى، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل السادة المشاهدين، وكل عام ومصر في سلام وأمان. أبرز الرسائل التي أراد الرئيس السيسي اليوم إيصالها إلى جموع الشعب المصري بهذه المناسبة المجيدة لثورة 23 من يوليو؟ يمكن بالتاكيد كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبه ذكرى ثوره 23 يوليو في الحقيقه كانت كلمه في غايه الاهميه، وحملت الكثير والكثير من المعاني وايضا الرسائل الغايه في الاهميه والتي يجب ان نلفت الانتباه اليها، خاصه فيما يتعلق طبعا بامتداد العمل المصري من ثوره 23 يوليو وصولا لثوره 30 يونيو، وكيف ان هذه الثورات في الحقيقه ثورات انطلقت من مبدا واحد وهو مبدا الدوله الوطنيه والحفاظ على الدوله الوطنيه وتماسك هذه الدوله واستقرارها وامانها، وبالتالي نحن نتحدث عن منطلق هو الاهم، فكره تماسك الدوله وقدرتها على البقاء وعلى الوجود. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلماته اكد على هذا المعنى وعلى هذه القيم المهمه للغايه، خاصه فيما يتعلق باهداف ثوره 23 يوليو وايضا ثوره 30 يونيو فيما يتعلق بالتنميه وتحقيق الحياه الكريمه والعداله الاجتماعيه. وبالفعل هذه الثورات استطاعت ان تحقق طفره تنمويه في الداخل المصري، ايضا هذه الثورات في الحقيقه ايضا لم تحقق فقط نجاحات على المستوى الداخلي ولكنها ايضا حتى على المستوى الاقليمي والدولي احدثت تغيير كبير جدا. يمكن ثوره 23 يوليو هي المحرك الحقيقي لكافه حركات التحرر في القاره الافريقيه، وكانت الحاضنه لكافه حركات التحرر في القاره الافريقيه، وايضا بعثت من جديد فكره القوميه العربيه، وايضا ثوره 30 يونيو بالحقيقه اعادت مفهوم الامن القومي العربي الى صداره المشهد، واعادت العمل الافريقي الى زخم كبير جدا، وبالتالي نحن نتحدث عن ثورات اثرت اقليميا، حررت الوطن سواء من الاحتلال او من
جماعه ارهابيه وايضا استطاعت ان تؤثر اقليميا على الصعيد العربي والافريقي. وبالتالي انا اعتقد ان تركيز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على فكره ان الدوله المصريه يعني مستمره في البناء، مستمره في ان تبني جمهوريتها الجديده على ثوابت وركائز الجمهوريه الاولى التي تاسست بعد ثوره 23 يوليو. في الحقيقه هذا معنى مهم جدا يؤكد ان الدوله المصريه في الحقيقه دوله بتبني على مكتسبات الماضي، وايضا بتنطلق بهذه المكتسبات نحو تعزيزها ونحو تنميتها ونحو اضافه العديد والعديد من المكتسبات اليها. واعتقد ايضا وهذا ما اكد عليه استاذ جمال الرئيس السيسي اليوم، حيث اكد ان اسس وقيم الجمهوريه الجديده تبنى على سابقتها ولا تهدمها. في رايك ما هي ابرز هذه الاسس والقيم الجديده للجمهوريه الجديده التي قصدها الرئيس والتي توضع على الأسس السابقة للجمهورية التي أسستها ثورة 23 من يوليو؟ بالتأكيد يمكن هنا نتحدث عن أسس أساسية انطلقت منها ثورة 23 يوليو، وأيضا استمدت ثورة 30 يونيو منها هذه الأسس وانطلقت منها إلى الانطلاقة الحقيقية التي حققت طفرة في الحياة المصرية. هذه الأسس تتضمن فكرة الدولة الوطنية والحفاظ على الدولة الوطنية، كون هذه الدولة الوطنية هي الحصن الحصين الذي من خلاله تستطيع الأمة أن تستقر وأن تنمو. أيضا فكرة التنمية والازدهار والأساس المتعلق ببناء اقتصادي قوي، واقتصادي طبعا هنا وطني. وبالتالي إذا نظرنا إلى الماضي سوف نرى أن ثورة 23 يوليو تبعتها طفرة اقتصادية كبيرة جدا، سواء فيما يتعلق بالمشروعات القومية، السد العالي، مشروعات الغزل والنسيج وغيرها من مشروعات اقتصادية كانت عملاقة للغاية. أيضا بعد ثورة 30 يونيو هذه ثوابت أيضا حاضرة، الطفرة الاقتصادية الكبيرة جدا، الطفرة التنموية، المشروعات القومية العملاقة الغير مسبوقة أيضا في تاريخ الدولة المصرية، أيضا فيما يتعلق بتعزيز البناء المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، أيضا هذا ثابت موجود ومصر تبني عليه بعد ثورة 23 يونيو وأيضا بعد ثورة 30 يونيو. وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية أيضا أحد الثوابت المهمة التي تنطلق منها مصر نحو جمهوريتها الجديدة. وبالتالي الثوابت المتعلقة بالدولة الوطنية، بناء اقتصاد وطني يعني أيضا يستطيع الصمود أمام المتغيرات، وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية، بناء سياسي داخلي قوي، وحدة الدولة والحفاظ على سيادتها، أيضا التأثير الدولي والإقليمي، كلها ثوابت حاضرة في ثورة 23 يوليو وفي ثورة 30 يونيو. ومن أجل هذا نتحدث أن هذه الثورة امتداد لهذه الثورة، ومصر تنطلق من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الجديدة، وهي تحافظ على هذه الركائز وهذه الثوابت، بل تعزز منها وتنطلق منها إلى آفاق أرحب. أشار الرئيس السيسي أيضا أستاذ جمال إلى أن المصريين أدركوا خلال المرحلة التاريخية غير المسبوقة التي مرت على وطنهم أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه. في رأيك كيف يمكن لمصر أن تحافظ على هذا المكتسب أو هذا الإدراك وهذا الوعي الذي اكتسبه المصريون كما أشار الرئيس السيسي، وما هي أو ما هو الدور الذي يقع على كاهل الرئيس وعلى كاهل الحكومة وعلى كاهل الشعب المصري أيضا حتى نضمن استقرار الوضع الآمن في مصر؟ يمكن بالتأكيد هذه الجملة الغاية في الأهمية، أن استقرار وسلامة الوطن يعلو ولا يعلى عليه، أعتقد أنها لخصت الكثير والكثير من المعاني. وإشارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لهذا المعنى في الحقيقة يأتي في توقيت نحتاج فيه إلى التماسك الداخلي والحفاظ على مكتسب الاستقرار والأمن، خاصة في ظل متغير دولي بيعصف بالعالم كله. نتحدث عن متغيرات دولية بتشكل فيها العالم من جديد، وبالتالي الحفاظ على التماسك الداخلي، على الاستقرار الداخلي، على ما حصلنا عليه من مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية، كلها أمور بتمهد للمرور نحو العالم الجديد بجمهورية أيضا جديدة تستطيع الصمود والبقاء، بل حجز مكان ومكانة مرموقة للدولة المصرية في هذا العالم الذي يتشكل من جديد. علينا جميعا دور في الحفاظ على هذا الاستقرار بفكرة إيقاظ الوعي الجمعي دائما، أن نعي دائما أننا في حاجة إلى أن نتصدى للإشاعات الأكاذيب لإدراك الواقع الدولي وتأثيراته على الداخل المصري، وأيضا
أعتقد أن العمل المصري الآن في هذا الإطار من خلال القوى الناعمة المصرية ومن خلال الجهود الحكومية ومن خلال أيضا حديث حتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المباشر الذي يحرص عليه دائما مع المواطنين وحديثه عن أهمية الوعي وتعزيز الوعي المصري كحائط صد أساسي ضد أي مخاطر ولا أمور، أعتقد أن هي مهمة للغاية والدولة المصرية قطعت فيها شوط كبير جدا وما زال هذا العمل مستمر حفاظا على تماسك الدولة وعلى هذا الوعي الذي تشكل عبر السنوات الماضية وهو الحصن الحصين لاستقرار هذا الوطن. علينا أن نظل في إدراك لدينا هذا الوعي لدينا هذا التماسك حتى نستطيع أن نعبر كافة التحديات ونمضي نحو الجمهورية الجديدة. الرئيس السيسي أيضا وجه في كلمات اليوم رسالة طمأنة إلى الشعب المصري بأن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة لتحسين ظروف المواطنين المعيشية. أهمية هذه الرسالة وفي رأيك إلى أي مدى يستقبل الشعب المصري هذه الرسالة، رسالة الطمأنة من الرئيس السيسي إلى جموع الشعب؟ يمكن يستقبل الشعب هذه الرسائل دائما بثقة ويدرك تماما حينما يتحدث السيد الرئيس ب يعني الطمأنينة فهو يستند على أيضا مقاومات عمل على أرض الواقع حققها القرار السياسي منذ عام 2014 حتى الآن. نحن مضينا نحو مشروعات قومية عملاقة، تنمية حقيقية، بنية تحتية، مشروعات زراعية تستهدف 3.5 مليون فدان وغيرها من الأطر والثوابت والركائز التي تبنى عليها هذه الثقة ورسائل أيضا الطمأنة التي يرسلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فمصر تمتلك المقومات الكافية للثبات وللبقاء في ظل هذه الأعاصير الدولية الصعبة. العالم كله يتأثر، لا يمكن أن ننكر أن مصر تتأثر كما يتأثر باقي دول العالم خاصة الدول النامية بهذه الأزمات الاقتصادية العالمية، ولكن القدرة على الثبات، القدرة على الثقة وتعزيز الثقة في الداخل المصري، وهذا ما يعني دائما يحرص السيد الرئيس على أن يعني يكون موجود أيضا في الرسائل الموجهة للشعب، وهذا مهم للغاية. كلها أمور في غاية الأهمية، لأن باستقرارنا بثباتنا بثقتنا في أنفسنا وثقتنا في قدراتنا أننا نستطيع سوف نعبر كافة التحديات. وبالتالي أنا أعتقد أن في الحقيقة الرسائل الطمأنة رسائل في محلها، والشارع المصري حينما ينصت إليها بيزداد طمأنينة وبيزداد ثقة أن الدولة المصرية بالفعل تستطيع أن تتجاوز التحديات، خصوصا أن هناك تجارب خلال السنوات القليلة الماضية كانت هناك أيضا يعني مثل هذه الرسائل وبالفعل تحققت النجاحات زي ما يتعلق بالإرهاب أو جائحة كورونا أو حتى في بعض المواقف الأخرى. دائما حينما تخرج رسائل الطمأنة من القيادة السياسية المصرية بيتبعها عمل بيتبعها نجاح. شكرا لك أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف. أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد فتحي الشريف رئيس مركز العرب للدراسات والأبحاث. أستاذ محمد أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بكل مشاهدينا الكرام. نستكمل قراءتنا في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم التي وجهها إلى جموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 من يوليو المجيدة. أيضا أشار الرئيس في كلمته واستكمالا على ما ناقشناه مع ضيفنا الكريم السابق، أشار الرئيس السيسي إلى أن جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن. في رأيك كيف هذا ترجم من خلال الأقوال والأفعال في خلال الفترة القليلة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ثورة 23 من يونيو تؤكد بما لا يدع مجال للشك على أن بناء الدول يحتاج إلى تكاتف ويحتاج إلى عزيمة قوية ويحتاج إلى رؤية حقيقية، رؤية وطنية من تلك الرؤى التي جاءت في توقيت صعب على الدولة المصرية واستطاعت كما فعلت ثورة 23 يونيو وكما فعلت ثورة 30 يونيو المجيدة أيضا. كل هذه الثورات التي انحازت للشعب وانحازت للقضاء على الفساد وانحازت لأن يكون هناك دولة مستقرة بها مؤسسات قوية، تحتاج هذه الدولة إلى تكاتف الجميع. فكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت معبرة عن الحدث بما فيه من تفاصيل وبما فيه من أحداث وبما فيه من تغيير لمجريات التاريخ عندما انتفض المصريون في ثورة 23 يوليو 52 وأيضا كما انتفض المصريون في ثورة 30 يونيو 2013 التي كان بينهم تشابه كبير جدا حيث من حيث الأحداث والبناء.
فمصر تحتاج إلى أن يكون هناك سواعد قوية تبني، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها العالم كله، وتحتاج الدولة المصرية إلى التكاتف خلف كل المؤسسات. وهذا الأمر يعني أنا أثق أن الشعب المصري دائما في الأزمات تجده حاضرا، في المحن تجده حاضرا بشكل واضح وبشكل صحيح. وهذا الأمر يؤكد على أن الدولة المصرية بشعبها الواعي الذي يعني نضجت فيه المعرفة في الفترات الأخيرة، وخاصة بعد أحداث يناير، أصبح الشعب المصري لديه قدرة ولديه وعي ولديه يعني قراءة حقيقية لكل ما يحدث في المحيط العربي، وخاصة الدول التي أصابها ما أصابها في الفترات الأخيرة من بعد 2011. وبالتالي الدولة المصرية دولة رائدة قوية، شعبها لديه وعي كبير جدا. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت معبرة بشكل مكتظب وبشكل حقيقي عن الحدث، كانت بها كلمات كثيرة جدا ورسائل مباشرة كثيرة جدا. نعم، نحن تابعنا مع الضيف السابق الكريم بعض من هذه الرسائل، ودعنا نستكمل وأعود إلى سؤالي. أشار الرئيس في كلمات اليوم إلى أن جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن. في رأيك كيف ترجم هذا على أرض الواقع من خلال المرحلة السابقة؟ طبعا ترجم هذا على يعني على أرض الواقع من خلال ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات تؤكد على أنها ماضية في طريق الديمقراطية، تؤكد على أنها ماضية في طريق الحرية. كان الحوار الوطني هو أحد الروافد الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة، وهذا الحوار الوطني الذي استطاع أن يطرح كل القضايا بشفافية وبنزاهة، وأن يكون هناك حلول لبعض المقترحات، وكانت هناك لجان استماع كثيرة جدا، ويظل الحوار الوطني نقطة مضيئة في الدولة المصرية وفي الجمهورية الجديدة التي ترغب في الديمقراطية والتي ترغب في مشاركة كل الأطراف المعنية في الدولة المصرية في الحوار وفي أن يكون هناك حلول لقضايا عالقة كثيرة جدا. الحوار الوطني يؤكد بما لدى مجال الشك على أن الدولة المصرية التي بنيت على دولة مؤسسات، بنيت على الديمقراطية، بنيت على المصارحة، بنيت على الشفافية، بنيت على المشاركة، بنيت على أن يكون هناك رؤى لكل الشعب وكل الأطراف السياسية، سواء كانت أحزاب، سواء كانت قوى مدنية، سواء كانت يعني مؤسسات بحثية. كل هذه الروافد التي شاركت في الحوار الوطني تؤكد بما لدى مجال الشك على أن الدولة المصرية الجديدة برؤيتها الجديدة تريد أن يشارك كل الأطراف في صناعة حوار سياسي حقيقي. هذا الحوار السياسي يرتقي لأن يتم وضع حلول للمشاكل العالقة، وخاصة أن الفترة الأخيرة كانت هناك مشاكل على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي، وخاصة بعد الظروف التي أحاطت بالمجتمع الدولي من الحرب الروسية الأوكرانية ومن غيرها من تداعيات جاءت لكي يتم إفراز حوار حقيقي. وأعتقد أن ما حدث من نتائج الحوار الوطني ومن الإفراج على بعض النشطاء السياسيين وعلى بعض المساجين وعلى بعض الذين يعني كانت يعني عليهم أحكام نهائية، هذا الأمر يؤكد بما لدى مجال الشك على أن الدولة المصرية تستمع لكل رؤى، وأن الدولة المصرية ماضية في طريقها بشكل كبير، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس لمنهج جديد في كيفية الحوار البناء التي يستمع فيه كل الأطراف وتضع فيه كل الرؤى، ثم بعد ذلك تكون الأدوار الحقيقية خاصة لأصحاب الرأي والمراكز البحثية في صياغة يعني قرار جديد. وخاصة أن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن جاء إلى سيادة الحكم وضع رؤية مصر 2030 التي تضم كل المحاور وكل المحافل وكل اللقاءات السابقة التي حدثت. وبالتالي الدولة المصرية تؤسس دولة جديدة من خلال دولة ديمقراطية يحاط فيها كل الأمور بسياج من مباشرة الحقوق السياسية بشكل مباشر بشكل حقيقي بشكل بناء بشكل يخدم كل القضايا. وهذا الأمر وضح في الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية. أخيرا أستاذ محمد، أشار الرئيس أيضا في كلمات اليوم إلى أن الأولوية هي للحفاظ على الوطن وحمايته في ظل اضطراب دولي وإقليمي غير مسبوق. في رأيك كيف يمكن تحقيق هذا الهدف أو هذه الأولوية في الوقت الراهن، وما هو الدور الذي يقع على المسؤولين وعلى الشعب؟ طبعا يعني سؤال حضرتك سؤال يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، لكن أنا أجمل كل هذا في أن
الوعي الذي نادت به الدولة المصرية منذ 2014 وحتى اليوم، أن يتم تفعيل الوعي وأن يدرك المواطن أن له حقوق وعليه واجبات، وأن استقرار الدولة المصرية بكل قواعدها وبكل مؤسساتها هو أحد روافد التنمية الحقيقية والبناء الحقيقي والمشاركة السياسية الحقيقية في صناعة جمهورية جديدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الكلمة المقتضبة المختصرة وضع يعني الشعب المصري أمام مسؤولياته. الشعب المصري عليه دور كبير جدا في استقرار الدولة، الشعب المصري عليه دور كبير جدا في مساندة الدولة في هذه الظروف الرهنة، وخاصة أن كل الأحداث التي تدور من حولنا تؤكد بما لدى مجال الشك على أن التنمية والتنمية لن تكون إلا بالاستقرار، والاستقرار هو العامل الرئيسي لحفظ الدول وحفظ الكيانات السياسية. وشاهدنا كيف أحدث الانفلات وكيف أحدث الخروج على القواعد الديمقراطية الحقيقية في الشعوب الأخرى، كيف أحدث مسارا جدليا كثيرا جدا. ولذلك الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي أراد أن يضع الشعب المصري أمام مسؤولياته، أراد أن يضع الشعب المصري أمام التحديات التي يواجهها العالم من كل صوب وحدب، وبالتالي علينا أن نفعل دور الوعي وأن يكون لدينا وعي كثير جدا باستقرار الدول واستقرار الشعوب، وأن يكون المواطن المصري على قدر المسؤولية وألا ينصف إلى الإشاعات وإلى الأحاديث المغرضة وإلى الإشاعات التي يتم ترويجها بشكل مباشر وبشكل كبير جدا. فعندما يكون هناك استحقاق وقبل أي استحقاق رئاسي يضمن استقرار الدولة المصرية سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية، تجد سيلا من الشائعات وسيلا من الأكاذيب وسيلا من الرؤية التي تحاول أن تنال من الدولة المصرية التي يقوم بها المتربصين ويبثها بشكل مباشر وغير مباشر. ولكن الشعب المصري واعي وأصبح لديه القدرة على أن الدولة المصرية تمر بمقام عاصر، وأن الدولة المصرية يجب أن يتكاتف الشعب مع كل المؤسسات. والرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه العبارة البليغة الموجزة أراد أن يضع الجميع أمام مسؤوليته وأن يقول للشعب المصري أن دور الوعي ودور استقرار الوطن هو أهم روافد التنمية الحقيقية، لأن التنمية الحقيقية تحتاج إلى استقرار، والتنمية يتبعها بناء، والدولة المصرية تقوم في مرحلة البناء ثم بعد ذلك المشاركة السياسية التي وضعها الرئيس فيه من خلال الحوار الوطني. شكرا لك أستاذ محمد فتحي الشريف رئيس مركز العرب للدراسات والأبحاث، كنت معنا عبر الهاتف. وينضم إلينا أيضا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ أشرف أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا، تحياتي وكل عام وأنتم بخير ومصر بخير. عندما نستذكر ثورة 23 من يوليو المجيدة، أولا كيف تمثل هذه الذكرى بالنسبة لك وأيضا بالنسبة لجموع الشعب المصري من وجهة نظرك؟ يعني بالتأكيد ثورة 23 يوليو هي حد فاصل بين عهود الاستعمار، عهود الرجعية، عهود الظلام، عهود كانت مصر فيها يعني تئن بشكل كبير جدا من تأثيرات الظلامية من امتداد لفترة الحكم العثماني. وبعد 23 يوليو بدأت مصر تنطلق وتعود قوة مستقلة لها وضعها على خريطة العالم، رغم الإخفاقات التي حدثت ونكسة 67 وما إلى ذلك، إلا أنه مصر يعني خرجت من عباءة التبعية التي استمرت لقرون، والتي يعني كانت بمبرر ديني، بمبرر خلافة إسلامية، بمبرر أننا جزء من إمبراطورية أكبر أو من خلافة أكبر. وللأسف الشديد فرض عليها آراء وتقاليد وعادات لا تتناسب مع أهلها كثيرا. لكن بعد 23 يوليو ما زالت مستمرة، ما زالت عملية التطور والتحديث والتخلص من الآثار مستمرة. تعرضت الثورة لردات بعض الفترات، لكن في النهاية هي تملك قرارها. نسبة التعليم في مصر الآن خير مؤشر على يعني الأوضاع، المستوى الاقتصادي خير مؤشر، الناس الذين يتحدثون عن الرخاء في عهد الملكية وما إلى ذلك لا يعرفون شيء، الذين يتحدثون عن جمال المدن في عهد الملكية لا يعرفون شيء. المدن الجميلة
لم يكن يعيش فيها إلا الأجانب والبشوات والطبقات العليا. المستوى الاقتصادي للناس كان يعني أقل مما تتخيل. الناس لم تكن لديهم أمال ولا طموحات، يعني كان معظم الناس يعيشون على الزراعة وعلى العمالة باليومية، ولا توجد أي يعني وسائل تكنولوجية أو وسائل ترفيه، أو الحياة بسيطة لأقصى درجة. البعض قد يراها جميلة وإنسانية، لكنها في النهاية وضعتنا بعيدا جدا عن خريطة التقدم والتطور في العالم. طيب أستاذ أشرف، في رأيك ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى قيام هذه الثورة، أو إلى قيام الحركة المباركة كما سميت في بداية الأمر ثم تحولت بعد ذلك إلى ثورة؟ طيب يعني مشاهدينا الكرام، عذرا نتوقف معك أستاذ أشرف أبو الهول. نتابع مشاهدينا الكرام الآن وصول دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الإيطالية روما، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة غير الشرعية. نستكمل مشاهدينا الكرام نقاشنا حول ذكرى ثورة 23 من يوليو، وحتى كنا نتحدث مع ضيفنا الكريم الأستاذ أشرف أبو الهول نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام حول ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى قيام ثورة 23 من يوليو، والتي أطلق عليها في بداية الأمر بالحركة المباركة التي قام بها عدد من الضباط المصريين الذين أطلق عليهم آنذاك بالضباط الأحرار، ثم تحولت هذه الحركة أو هذا الاسم إلى الثورة، ثورة 23 من يوليو في عام 1952، والتي استطاعت أن تحقق العديد من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الآن الدكتور خلف عبد العظيم الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. دكتور خلف، أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بحضرتك وكل عام وأنتم بخير. إجمالا دكتور خلف، ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى قيام ثورة 23 من يوليو عام 1952؟ طبعا بطبيعة الحال هناك أسباب كثيرة، لكننا إذا حاولنا أن نعددها في إطار الأولويات فأجد أن الأولوية القصوى كانت هي القضاء على الاستعمار وأعوانه، يعني لأن مصر بطبيعة الحال كانت تعاني من مسألة الاحتلال البريطاني، وطبعا الذي أقاد أو قضى على الثورة العربية، ثم قامت ثورة 19 حاولت أن تحقق الجلاء التام، حققت بعض المكاسب ولم يتحقق الجلاء التام، من ثم فكان القضاء على الاستعمار وتحقيق الاستقلال التام من أولى أو الأولويات لثورة يوليو، وهذا الذي نجحت فيه. ثم يأتي بعد ذلك مسألة بناء جيش قوي، لأن طبعا ما عانت منه الجيوش المحتضية وجيش مصر بصفة خاصة في حرب 48، جعل الضباط الأحرار طبعا يتطلعون أن يكون لدى مصر جيش قوي، وهذا الذي سيؤدي بعد ذلك إلى صفقات التسليح التشكيل والاتجاه شرقا في إطار التوازن مع العلاقات الدولية غربا وبناء الجيش قوي. طبعا إقامة حياة ديمقراطية أو عدالة اجتماعية، تأتي مسألة العدالة الاجتماعية في ذلك التفاوت الكبير الذي كان ما بين كبار الملاك وتحكم الرأسمالية وبين معاناة الشعب. غالبية الشعب كان يعاني من التدني في الحياة الاجتماعية أو الحياة الاقتصادية، لدرجة أن المشروع القومي في يونيو 51 كان مشروع مقاومة الحفاه، يعني تخيل أن غالبية الشعب المصري
يعني لا يرتدي حذاء، يعني لأن من شدة الفقر والجوع، ومن ثم التطلع إلى إقامة عدالة اجتماعية، هذا الذي سيدفع بعد ذلك لمسألة قوانين الإصلاح الزراعي أو آخره. وهؤلاء الذين كانوا محرومين معدومين، وهم غالبية الشعب المصري، سيمتلكون حتى لو كانت أفدنة قليلة من 1 إلى 5 أفدنة، لكنها أيضا ستمثل نقلة نوعية. أيضا إقامة مجانية التعليم وتعميمها، كان هناك مشروع نعم قبل الثورة، لكن لم يكن بنفس القدر الذي ستأتي به الثورة. وفي مسألة التعميم الحياة الاجتماعية، يبقى بعد ذلك إقامة حقائق ديمقراطية. وهذه في المرحلة الأولى للثورة، بطبيعة الحال أنت أمام نقلة نوعية ستترك للأحزاب مسألة إمكانية توفيق أوضاعها، لكن لن يتم ذلك بالنحو المرجو، ومن ثم يتم إلغاء الأحزاب بعد عدة أشهر من قيام الثورة وإعلان الجمهورية. وبعد ذلك بفترة يمكن أن يتاح الفرصة، لكن هذا كان من أهداف الثورة، وإن لم يتحقق جزء صغير في مسألة الحياة الديمقراطية، في مسألة إتاحة الفرصة للرأي والرأي الآخر، لأنك في مرحلة ما بعد نقلة نوعية في إصلاح دولة فاسدة أو تأسيس دولة جديدة بحاجة إلى إمساك زمام الأمور، خاصة مع وجود قوى سياسية متعارضة متصارعة مع الثورة. إحنا عارفين التيار الإخوان المسلمين كانت لهم صداماتهم مع الثورة، فمن ثم وأيضا الحزب الشيوعي وإلى آخره، فلكن كانت من أهم أهداف الثورة طبعا هذه الأمور. النقلة النوعية في إقامة قاعدة صناعية كبرى وغيرها من المشروعات الكبرى، ستتحقق بعد ذلك في مشاريع كبيرة مثل السد العالي ومصانع الحديد والصلب إلى آخره. دكتور، أيضا كان من المقرر كما هو معلوم أن تندلع هذه الثورة في يوم 22 من يوليو، إلا أنه بقرار من قادة الثورة تم تأجيل ساعة الصفر لتكون ليلة 23 من يوليو عام 1952 بسبب عدم اكتمال الخطة التي وضعتها حركة الضباط الأحرار، وذلك ما كشف عنه قادتها خلال الأيام والفترات التالية للثورة. ماذا حدث قبل ساعة الصفر هذه حتى يتم تحديد هذا التوقيت؟ يعني هو طبعا هناك أحداث كثيرة مفصلية، لا أقول أنها 22 فقط، وإنما تسبق ذلك يمكن من 25 يناير معركة الشرطة في الإسماعيلية، ومن قبل ذلك العمليات الفدائية للضباط الأحرار، ثم حريق القاهرة 26 يناير، ثم توالي الأحداث، ومع شخصية محورية كانت مرشحة أن تكون هي وزير حربية اللي هو حسين فضل عامر. وحسين فضل عامر دي كانت هناك محاولة صدامية تماما بين الضباط الأحرار والتنظيم السري للضباط الأحرار، في صدام مع من يتعاونون مع يعني منوئين للعمل الوطني. ثم كانت بالفعل هناك مخططات لمسألة 22، لا هو كان المقترح أن تتم الخطة ليلة يعني 22 بالليل صبيحة 23، ولكن حدثت يعني لحظة من أنا أعتبرها لحظة قدرية، لأنك مهما تضع من خطط لا هناك أيضا يعني الإيمان وفضل الله طبعا مع اجتهاد البشر، فهؤلاء اجتهدوا، لكن هو حدثت لحظة فارقة. فان طبعا بدمشق طبعا يوسف صديق زي ما احنا عارفين تحرك بقواته قبل الموعد المحدد بساعه 22 23، فهذا التحرك هو الذي هيأ الفرصه لالقاء القبض على المجموعه التي كانت طبعا تابعه للحربيه الملكيه، والتي كان يمكن ان يعني تجهد مساله الثوره. فهذه اللحظه طبعا يعني لا نقول عن الخطأ المقصود، لكن نقول لحظة قدرية، لكن بصفة عامة كانت هناك خطة سرية موضوعة، وكان هناك ترتيبات في على مختلف أفرع الجيش، وطبعا زي ما احنا عارفين اللواء محمد نجيب واجهها، وزي ما احنا عارفين جمال عبد الناصر مخطط رئيس ومحرك رئيسي للأحداث مع كل إخوانه من الضباط الأحرار. فهنا الخطط كانت موجودة وموضوعة تماما، لكن أحيانا تحدث حالة من الصدفة
مستضافة القضية أو يعني مستضافة اللحظة التاريخية التي يمكن أن تعجل بأن تكون الأحداث في صورة إيجابية أكثر، وهذا كان من فضل الله حتى لا تدخل مصر في صدمات دموية. تمام. طيب دكتور خلف، نعم دكتور خلف، يعني في رأيك بعد هذا التحرك من قبل الضباط الأحرار والتفاف جموع الشعب المصري حول هذه الحركة وتحولها إلى ثورة، ما هي الأسباب التي دعت جموع الشعب المصري إلى تأييد هذه التحركات أو هذا التحرك من قبل الضباط الأحرار آنذاك؟ يعني أشكر حضرتك على هذا السؤال، لأن هذا هو جوهر نجاح الثورة يوليو 52، وهو جوهر نجاح أي ثورة مصرية، في أن تكون التفاف الشعب حول الجيش، أو أن الجيش يعبر تماما عن حاجات الشعب، وهذا هو الذي تأكد في ثورة يوليو 52، فأن أولئك الضباط الأحرار كانوا يعبرون عن طموحات وأحلام وآمال الشعب المصري، وهم أولا وأخيرا من الشعب المصري وبالشعب المصري، يعني لنا أن نتخيل أن مصر قبل ثورة يوليو 52 كان لا يحكمها يعني مصريون، وإنما سيكون هؤلاء الضباط الأحرار هم من الشعب وبالشعب. والتطلع لحياة كريمة، التطلع لعدالة اجتماعية، التطلع إلى جيش قوي، التطلع إلى أن تكون مصر مستقلة، أن تكون لها قوة إرادتها، أن تكون تحقق أحلامها، هذا جميعها كانت آمال وطموحات لدى الشعب المصري، لكنه كيف يتحقق ذلك، كيف يمكن أن يدرك ذلك، هذا الذي سيقوم به مجموعة الضباط الأحرار. ومن ثم لأنهم كانوا معبرين حقيقيين عن طموحات وأحلام الشعب المصري، فالتف الشعب المصري من حولهم، وهذا الذي دعا عميد الأدب العربي دكتور طه حسين أن يقول إذن هي ثورة. يعني احنا عارفين طبعا في البيان الأول اللي أعلنه رئيس السادات الحركة المباركة، وعارفين طبعا الدور الكبير لضباط الأحرار وجمال عبد الناصر، لكن التعبير عن متغيرات اجتماعية ومتغيرات اقتصادية ومتغيرات فكرية وثقافية وعلمية وتعليمية وأنظمة حكم كل ذلك وعلاقات إقليمية ودولية، كل ذلك سيتحقق ويكون معبرا عن طموحات الشعب المصري، وهذا الذي جعل الدكتور طه حسين يطلق عليه إذن هي ثورة، وتصبح هذه الثورة ليست حكرا على الضباط، وإنما الضباط الأحرار في مقدمة الطريعة الثورية والشعب المصري من حولهم. لنا أن نتخيل في سؤال معاكس، ماذا لو كانت فشلت الثورة؟ كان هؤلاء الضباط الأحرار سيحكم عليهم بالإعدام، ومن ثم فإننا بصدد حدث تاريخي يعتبر عملية مفصلية في تاريخ الوطن. نعم. الذي جسدت التفاف الشعب حول الضباط الأحرار، فأبصوا على هذا المتغير أنه الثورة العامة الشاملة وليست انقلابا عسكريا محدودا. شكرا لك دكتور خلف عبد العظيم أستاذ التاريخ الحديث، كنت معنا عبر الهاتف. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 من يوليو عام 1952. تغطيتنا مستمرة مشاهدينا الكرام، ونتابع على الهواء مباشرة الآن استمرار تواصل وصول الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي حول الهجرة غير الشرعية الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما.